إذا اليوم تبدأ رحلة البطولة مع مونديال روسيا من هذا الملعب، ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو. ستبدأ الحكاية وهنا ستنتهي لنزف عرس المونديال. البطولة هذه المرة تعدكم بتغطية استثنائية، إذ سنقتفي أثار جميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال الروسي. سنكون وبعون الله عينكم التي لا تنام في شوارع وملاعب روسيا، فكونوا في الموعد. يوسف الشافعي، عزل عرب نيبض، البطولة موسكو.